ليست الثقافة في البحرين وإنما في عموم المنطقة، إن لم أقل في العام لم، هي ثقافة الصم والبكم، بمعنى أن يحكم عليه إلى الأبد بأنه لن يتحدث. عندما ولدت مريم جلبت لها ما يزين سريرها من أدوات موسيقية بحيث أريدها تنام على الموسيقى، فكنت أنام على الموسيقى التي تحيط بسرير مريم، وكنت أنظر إلى مريم كأنها تنام مع الموسيقى. وقالوا لي أنها لا تسمع لا تسمع لا تسمع. كل الذي أتذكره أنني حضنت مريم وقبلتها وقلت لها ستتكلم. كيف؟ لا أعرف. من هنا بدأت الخطوات الأولى، فتوجهت إلى مانشستر. أن بنتك تعاني من ضعف شديد جدا جدا في السمع، لكنها تتميز بذكاء كبير، وإذا عملت معها فإنك سوف تخلق المعجزة. وهنا بدأت أبحث خارج البحرين، واتصلت بمصر. محمد بركة كان يعلم الكلام، فكانت مريم تذهب لهذا الدكتور 40 دقيقة فقط. الأم كانت تقوم بالتدريب اللفظي، بالتدريب السمعي، بكل التدريبات خلال فترة اليوم. عندما نطقت مريم وعندما تكلمت لا أستطيع أن أصف سعادتي. كل يوم عندما أراها تتجدد هذه السعادة. قبل 28 سنة انولدت مريم في هذه الدنيا معاقة سمعية، وذلك الوقت وصف أبي بالمجنون، وقالوا له كيف ستجعل هذه البنت المعاقة تتكلم، وكيف تدمجها مع المجتمع. ولكن أبو مريم كان عنده إرادة قوية، وكان يحبها حب، ومن الحب والعطاء وإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهل هذا صار المستحيل؟ لا طبعا. من هي مريم؟ الآن مريم أم وزوجة وعاملة، وتعيش حياتها عادية بأن المعاق، وهو معاق تفكيرا أخلاقيا وليست معاق جسديا. مريم تخرجت من الجامعة الأهلية وعاشت أحلى أيامها، وشاركت في كل الأنشطة وسافرت مع الجامعة. ولكن قوة مريم ليس من مريم نفسها فقط، من أمها وأبيها وربي سبحانه وتعالى. وقوة وعزيمة أمي وأبي وحبهم من جديد لمريم تغيرت نظرة المجتمع البحريني للمعاق، وأتمنى كذلك المجتمع العالمي العربي. لما ألا يأخذ منك شيء يعطيك شيء أحسن، وهي الذكاء، الذكاء الاجتماعي، الحياة السعيدة، إيمانك بربك شلون يكون أقوى وأقوى. وأتمنى قصتي تعلم الكثير من المعاقين، وأتمنى من الآباء والأمهات يتعلمون الإصرار والتحدي من أمي وأبي. لم أحضن مريم إلا وشكرت ربي عليها، لم أحضن مريم إلا وأقول بأنك نعمة من الله. كان هذا الحب، كان هذا العشق ينتقل لمريم، وأنا أعتقد بأن حجر الزاوية في نجاح تجربة مريم هو هذا العشق المتبادل بيني وبين مريم، بين مريم وبين أمها. Her father, my father actually, my father Fuad, he gave me Maryam, he gave the world to me. I thank him very much for the angel of my life. أختي مريم معجزة صنعها أبي.
عبر نقل أختي مريم من عالم الصمت إلى عالم الكلام، وكيف له الفضل في تأسيس مركز السلطان سعود بن عبد العزيز الذي كان اسمه مركز تنمية السمع والنطق. لابد أن أنقل هذه السعادة إلى وطني، لابد أن أنقل هذه السعادة إلى ناسي. فاقترحت الفكرة على مجلس إدارة الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة التي أنا أحد مؤسسيها، فوجدوا أنها فكرة بالفعل فكرة لامعة، فتكونت لجنة من 3 أشخاص لدراسة هذه الفكرة برئاسة الدكتور عبد الله الحواج والدكتور أكبر محسن وأنا، واقتنعوا بفكرتي. بدأنا من الصفر، ولكن أنا كانت الرؤية لي واضحة، توجيه رباني أو توجيه إنساني أو توجيه من الحب أو توجيه من العشق أو توجيه من السعادة التي أدخلتها ابنتي لي، فجعلت الطريق واضح، الطريق سالك. آمنوا بها وتفاعلوا معها ودافعوا عنها. كانت هناك معوقات كثيرة طرحناها وناقشناها باستفاضة. ولدنا كان أول ما جبناه احنا عندهم كان ما يعرف اللبس اسم أخته واسم أمه، فحين الحمد لله رب العالمين قام يركب لنا كلمات على بعض يقدر يقولها حين، عكس الأول كان ما يقدر يتكلم إلا كلمة واحدة على بعض. لقيت فيه الأمان هنا معاها، يعني حسيت أنها هي تبي تتفاعل، تبي تنمي موهبتها. دكتور فؤاد رئيس مركز الأمير سلطان صراحة كان دائماً يدعمنا، دائماً يدفعنا، دائماً يعطينا الأمل، يطورنا بورشات العمل بالمحاضرات، كل يوم يعطينا أمل. يعني أنا أعتبر الدكتور فؤاد ملك الإنسانية بالنسبة لي، هو اللي علمنا الحب، علمنا الصبر، علمنا التعاون، خصوصاً مع تجربته مع مريم. وكان كل اجتماع نحضره الدكتور يمكن يعيد تجربته كأن اليوم التجربة توها صايرة، كانت على طول تتجدد بالنسبة لي. بتمنى من رحيم أن أمتنا رب العالمين، أرحمين رحيم ما نحرم من دين، ماما بابا أبي أنا أمتنا قبل إنشاء مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية السمع والنطق، كان النظر إلى الإعاقة بأنها سبة وعار، فكان الناس يريدون أن يخفون إعاقة أبنائهم حتى ولو كانوا ملتحقين في المركز. ولكن الآن بعد مرور 23 سنة على إنشاء المركز، الحضور يكون بكثافة غير متوقعة، يحضر الأب مع الأم ويريدون أن يتحدثوا عن تجارب أبنائهم، لأننا حولنا عبر هذا المركز الحلم إلى حقيقة، حولنا ما كان يسمى سبة وعار إلى فخر وفخار. وبالتالي أنا اليوم عندما أتحدث عن نفسي لا أتحدث كأستاذ جامعي، ولا أتحدث على أنني بروفيسور في العلاقات الدولية وفي التاريخ الحديث والمعاصر، ولكنني أتحدث بصفتي أنني أب مريم التي انتشلناها من عالم الصمت إلى عالم الكلام. أتحدث عن ما نقدمه نحن في هذه هي دي رئتي، هذا المركز هو رئتي التي أتنفس منها، هو رئتي التي بالفعل أستنشق الكم الهائل من الأكسجين منها. لغة الإشارة فأنا ضدها وسأبقى ضدها، لأن لغة الإشارة تجعل المعاق سمعيا يعيش في عزلة،
ولذلك في مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية السمع والنطق لا نؤمن بالإشارة إطلاقا، ولا ونطلب من الأسر أن يتوقفنا عن أي إشارة. أطفالنا يسمعون بمعيناتهم السمعية، يسمعون بأعينهم، يسمعون بقلوبهم، بعقولهم. أن أطفالنا قادرون على الكلام وقادرون على قهر الصمت بالكلام، وخاصة أن الكلام هي أجمل وأعقد مهارة يتعلمها الإنسان.